مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن بنقول بسم الله وبسم الله على مصر بكل خير ان شاء الله. دخلنا على الانتخابات، بيتكلم المشير السيسي كويس قوي، وبيتكلم الاستاذ حمدين كويس قوي، والاثنين عندهم احلام وافكار. المشير السيسي مستند الى تجربته مع مؤسسه عسكريه كبيره وعريقه، ففي الجيش كن فيكون، بتدي التعليمه بتتنفذ، ده جيش وقوانين صارمه. السيد حمدين بيقول احلام ثوريه، افكار ثوريه. حد فيهم يا ترى عارف مؤسسات الدوله دي بتشتغل ازاي؟ عارف البيروقراطيه اللي موجوده في مصر شكلها ايه؟ عارف ان موظف صغير ممكن يعطل لك مراكب قد ايه؟ عارف ان كل مسؤول قاعد على مكتبه محتاج 100 امضى علشان ياخد قرار؟ هتقولوا لي عارف، هقول لكم لا مش عارفين قوي. وتعالوا اخدكم معايا لقصه من كتر البكا اللي فيها ممكن تضحكوا على حالنا. سؤال مبدئي كما في المناهج الدراسيه، ماذا لو قررت انك تساعد البلد دي، او قررت انك تعمل حاجه كويسه، او صدقت الاعلام اللي بيقول لك لازم يا جماعه ايدنا في ايدك، ازرع شجره، ازرع فسيله، شيل طوبه من على الارض، ما ترميش منديل، اذا شفت حاجه مكسره عمرها. لو حد عمل كده تعتقد انه اجرم ولا يكرم؟ عند اجهزه الدوله يبقى مجرم. في احلامنا احنا بنحلم، احنا مش فاهمين الواقع فين. ليه صديق اسمه عمرو عطا. عمرو عطا رئيس اتحاد ملاك عماره من العمارات اللي موجوده في ميدان مصطفى محمود. بعد احداث النهضه راح مجموعات من الاخوان عند ميدان مصطفى محمود، كسروا الرصيف، بهدلوه، وبقى على الحال اللي هتشوفوه. وريني يا عمرو الصوره، شوفوا اهو، ده بقى شكل الرصيف. شالوا الشجر، كسروا الحجاره، بهدلوا الدنيا، والمتاريس محطوطة والدنيا مقفلة وحالة كرب. استمرت من العام الماضي بهذا الشكل. سكان العمارة ناس كويسين ومحترمين وكلهم واصلين، بدأوا يتصلوا بالمحافظة، يا جماعة عندنا الأرصفة والأماكن شكلها وحش قوي، مكسرة، مفيش ميزانيات، ما عندناش فلوس، الدنيا خربانة، نجيب لكم منين؟ صحيح البلد في أزمة، البلد بتمر بظروف لدرجة إنها مش عارفة تعمل رصيف. ماشي، هو احنا هندور طرق مكسرة والدنيا غلبانة، حتى الأغنياء هنروح نعمل لهم قدام بيوتهم ما يعملهم. قال لك طب يا جماعة، طب الحكومة ما عندهاش، نقف ساكتين؟ يعني نستنى للحكومة تيجي تعمل؟ لما تعملش أمال فين المواطن الإيجابي؟ قال لك يلا، روح قايلين للسكان يا جماعه احنا هنجمع فلوس علشان الحكومه ما معهاش، وعايزين نبقى ايجابيين، تعالوا احنا نعمل، تعالوا هما بيعملوا الطوب شكله ايه، نجيب الطوب، عايزين احسن رخام، عايزين زرع بجد، عايزين نقدم نموذج يخلي جيراننا كل واحد يعمل قدام بيته كده، ونساعد الحكومه، الحكومه غلبانه. راحوا عاملين كده زي ما انتوا شايفين، عملوا الارضيات، الطريق المكسر اللي شفناه من شويه عملوه كده، جابوا طوب محترم اهو زي بتاع الارصفه، وجابوا رخام، وجابوا عمدان نور شيك، ونوروها وخلوا قدام المنطقه اللي كانت مدشدشه وشفتها من شويه بالشكل ده. وريني الشارع بالليل، ادي الشارع بالليل، شايفين المنطقه عملت ازاي؟ السكان الحلوين اللي صدقوا انهم مواطنين، والمواطن الايجابي يجب يساعد. اهو حلو، شايفين المنظر جميل ازاي؟ المحافظه والحي، حد كان بيعدي قال لك يا دي المصيبه، دول نضفوا الحته، ازاي تبقى كده؟ راح جاري بعتين جواب للسيد رئيس اتحاد الملاك عمرو عطا، يقولوا له ايه؟ يقولوا له يخرب بيوتكم، ده انتوا كسرتوا الطريق، ازاي تعملوا كده؟ ازاي تخلوا الطريق بالشكل ده؟ لا، ده انتوا علشان اتلفتوا الطريق، علشان احنا نصلحه محتاجين منكم 35 ألف ومش عارف كم ما يقرب من
280 جنيه 36000 جنيه. ليه؟ اصل انتوا بوظتوا اللي بايظ، انتوا عملتوا حاجات ما يصحش تتعمل. الكوميديا الحاجات الحلوه اللي اتعملت اتكلفت 19000 جنيه. اللي بيعتبروه تكسير المحافظه بتقول لهم هنكلفه 36000 جنيه. ايه ده؟ هي المحافظه بتسرق؟ بقى انا علشان ابني واجمل واعمل ده كله بعمدان برخام بطوب بزرع بورد اكلف 19000 جنيه، وانت عشان شايفني هديت وبوظت اللي كان مش بايظ، كان شكله قبيح وحجاره مرميه في الشوارع ومفيش رصيف ومفيش نور، في ان اعمل لك ده تقول لي ادفع 36000 جنيه وانا مكلفه 19000 جنيه؟ انت بتقول لي ايه؟ ما هي الرساله التي يقولها الدكتور علي عبد الرحمن المحترم الاستاذ الجامعي الوقور محافظ الجيزه؟ ايه الرساله اللي بنقولها للناس في وقت قاعدين نقول للناس عايزين منكم ساعدونا، احنا قاعدين نلم، لمينا في الصندوق دعم مصر اللي بيسالوا عليه قريب قوي هتشوفوا الانجازات اللي تمت بالفلوس، فقاعدين ناس بتشتغل وقاعدين نقول من جيوبنا نبني وكل واحد يطلع اللي في جيبه. لما اجي اعمل حاجه قدام في الشارع بالشياكه دي، جزائي انك تقول لي كل العمارات وقفت قالت لهم ها انت عايزيننا نعمل اي حاجه ونكمل معاكم كده؟ طب يا سيدي قول لهم انا العمارات لو سمحتوا خلي العمارات الباقيه نلف عليها وتعمل زي ده، بلاش كده، نقول لهم انتوا مشكورين هنكرمكم، انتوا ناس محترمين وتعالوا نقدم تجربه بس هنغير الطوب على حسابنا بقى اذا كان مضايقكم الطوب قوي، هل تقدروا تكملوا لنا الرصيف كله كده؟ هيكملوه. عايز اعرف الفرق بتاع الفلوس جاي منين؟ حسبتوا ال 36000 ازاي؟ اذا كان اللي كلف واشترى وبنى وجاب عمال دفع 19000، انتوا جبتوا 36000 منين؟ عشان تعملوا ايه؟ هتشيلوا العمدان وتجيبوا عمدان تانية؟ ولا هتجيبوا ورد احلى من ده؟ ولا زرع اغلى من ده؟ ولا هنستورده من بره؟ ما عملتوش ليه؟ ما انتوا هات لي شكل الشارع تاني كان عامل ازاي؟ عندك صورتين للشارع ونفس المنطقه كان شكلها عار، شكلها كده، القرعه دي لما اعملها لك كويسه تطالبني بفلوس؟ الحدوته اكبر من معناها الصغير ومن معنى موظف او رئيس حي وقع او محافظه لم تعرف الاثر السلبي لهذا، ولكن ده بيعكس حجم العقد والبيروقراطيه اللي موجوده في الإدارة المصرية اللي محتاجة شغل كتير قوي، محتاجة قبل أي حاجة تغيير في المفاهيم، تغيير قبل ما تبتدي تهد وقبل ما تبتدي تخلي الناس تيأس وقبل ما تدورها كعب داير وتقول له إن ما دفعتش الفلوس هعمل لك قضية. يبقى عندك روح قانون، يبقى عندك روح تقدر تديها للناس، عندك طاقة إيجابية تقدر تديها للشعب عشان يساهم في بنى البلد التعبان المجهد المنهك اللي مش قادر يقف على رجله. ميزانية خربانة وديون زي من هنا لفين وفوايد ديون تقطم الظهر وكله على الغلابة، طبطبوا على اللي يمد ايده، ما تقولولوش هنقطعها لك عشان ما حدش يتجرأ ويعمر. انتوا ما بتغرموش اللي بيهد ويكسر، هتدفعوا اللي بيبني ويزرع؟ لك الله يا مصر وربنا يكون في عون اللي هيحكمك. النهاردة عندنا ايه؟ النهاردة بنواصل الجزء الثاني من حوارنا مع فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري مؤسس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، وفي ضيافة الدكتور أسامة الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وهيكون معايا الثلاث سيدات وأنسات اللي شاركونا الحوار المرة اللي فاتت بنتكلم عن المرأة في الإسلام. الحلقة اللي فاتت عملت ردود فعل قوية جدا ما بين مؤيد مختلف معارض، كان البعض بيتكلم عن ان احنا عايزين ردود تفصيليه، في حين ان كان هناك رؤيه فلسفيه لتأطير الحوار، نحطه في اطار شكله ايه عشان نعرف نتكلم مع بعض قبل ما ندخل في التفاصيل الصغيره اللي ترد عليها مليون مره. النهارده
بعد ما وصلنا لأرضية حوار مشتركة بنكمل حوارنا. هيبقى الوقت ضيق عندي النهاردة لأنه مضطر أقفل الساعة 12:30 عشان زميلي أحمد العسيلي اللي برنامجه هيكون موجود كل يوم معاكم من الساعة 12:30 بعد برنامجي مباشرة. فالبحبحة اللي كنت بعملها في الوقت دي مش هعرف قوي. هيكون معايا الزميلة الأستاذة أمنية طلعت الكاتبة والأديبة، الأستاذة آية دوارة باحثة في مركز قسطاط لحقوق الإنسان، الأستاذة أمنية عزت مدونة ونشطة في مجال حقوق المرأة. هطلع فاصل، بعد الفاصل نبتدي نتكلم في أخبار النهاردة. إذا كان الشعب يريد هي مفتاح ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو، فإن مصر تريد من الشعب هي مفتاح تحقيق أهداف الثورتين التي لن يستطيع تحقيقها الرئيس وحده دون المشاركة الشعبية. بدون دور الشعب وبدون العمل والجدية والمشقة في العمل لن تتقدم البلد. يعني رئيس، يعني رئيس وحده لن يعمل، حكومة لن تعمل، حتى لو جبنا أحسن حكومة على مستوى العالم لن تعمل بدون الشعب. الشعب كمؤسسة النهاردة أنا بعتبر الشعب هو المؤسسة الأولى. المطلوب مننا تجاه الرئيس القادم إن إحنا نكون متعاونين معاه، نحاول نشوف الاقتراحات بتاعته وننميها، نعمل بقوة، مفيش مظاهرات فئوية، مفيش احتجاجات، مفيش مطالب شخصية لعمال أطباء، نعمل نعمل نعمل، نوقف الاحتجاجات، نوقف المظاهرات، نقف جنبه لغاية ما بلدنا يعني تعدي الفترة الحرجة اللي احنا فيها. المعارضة لم تستثنى من هذا الدور المجتمعي، خاصة وأنها أصبحت رقما هاما في معادلة النهوض بالدولة المصرية. إذا كانت المعارضة النهاردة ديكور أو معارضة الهدف منها المعارضة لا أكتر، أو مثلا الظهور أو الشو الإعلامي أو القنوات التلفزيونية، وهذه المعارضة معارضة شكلية، لن تنجح الحكومة ولن ينجح النظام. فالمعارضة هي قوة دفع للأمام بالنسبة للنظام. والله المعارضة لازم تغير من أسلوبها، يعني تبتدي أنها تغير من الأسلوب، معارضة تكون شريفة، لأن إحنا كلنا مصريين ولازم كلنا يبقى متكاتفين، والمعارضة تكون عندها ضمير مش علشان كرسي او علشان منصب. لا، لازم الناس تحس بوجود معارضه، ومعارضه قويه ويكون لها تاثير ايجابي وليها تاثير على الشارع وليها افكارها تبقى قريبه من الناس. المفروض المعارضه القادمه تكون معارضه ايجابيه تعمل لحب مصر، تعمل لحب مصر، وتكون معارضه بناءه فعلا تساعد الدوله وتساعد الحكومه. الإجماع على التفاني في العمل والوقوف إلى جانب الرئيس القادم هو السمة التي اتفق عليها المصريون أيا ما كان اسم المرشح الفائز في الانتخابات. المرشح اللي هيجي هيقعد الفترة بتاعته لازم كلنا نتعاون معاه، لأن احنا عايزين رئيس للدولة وعايزين الدولة تستقر وعايزين الأمور فيها تستقر، فلازم نتعاون معاه ولازم نبذل قصارى جهدنا كلنا على أساس إن شاء الله بإذن الله كده نطلع بالبلد من المرحلة اللي احنا فيها الصعبة دهية. أنا لو المرشح بتاعي لا قدر الله منجحش، أنا ملزم كشعب النهاردة كمواطن إن أنا أشتغل مع المرشح الثاني، لأن ده هيبقى اختيار الصندوق، ودي الديمقراطية اللي احنا بنتكلم عنها. طالما ده إرادة الشعب أو اختيار الصندوق أو الجمعية العمومية للمواطنين، فأنا أبارك هذا الاختيار وهشتغل معاه أيا كان المرشح، سواء سين أو صاد، احنا الملتزمين إن احنا نشتغل معاه. خلاص، هو دي إرادة الأغلبية المصريين، كلنا مفترض نشتغل معاه أيا كان مين هو، ونقف ونساعد ونشتغل ونساهم في بناء بلدنا. إذا كان هناك عصا سحرية فهي بيد شعب لا يظهر معدنه الحقيقي إلا في أيام تحدي، ليثبت عبر الأزمان أنه كلمة السر في بناء مصر الجديدة. العليا لانتخابات الرئاسة تواصل استعداداتها لتصويت المصريين بالخارج، والذي يبدأ غدا الخميس ويستمر حتى الأحد المقبل. الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف يكشف عن خطة الهيئة لتأمين الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 من الشهر الجاري. الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي يجدد التزام القوات المسلحة بالوفاء بما تعهدت به تجاه الشعب المصري في الدفاع عن أمنه واستقراره وتأمين إرادته الحرة وفقا لمراحل واستحقاقات خارطة المستقبل.
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يشارك في حفل تكريم المهندسين الروس المشاركين في بناء السد العالي بدار الأوبرا المصرية للاحتفال باليوبيل الذهبي لتحويل مجرى مياه نهر النيل لبناء السد. وزير الخارجية نبيل فهمي يواصل فعاليات زيارته للعاصمة البريطانية لندن، ويلتقي نظيره البريطاني ويليام هيج، ويقدم شرحا وافيا بشأن تطورات خارطة المستقبل خلال لقائه بأعضاء الجالية المصرية هناك. الشرطة تلقي القبض على 3 طلاب من جماعة الإخوان في أثناء المواجهات التي شهدتها جامعة الأزهر اليوم. جمال حجازي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة يؤكد أن ميناء طابة البري يعمل بانتظام في استقبال السائحين والمترددين على الميناء على الرغم من اجتياح السيول له. حكومة حماس تخلي بيت الرئيس الفلسطيني في غزة تمهيدا لتسليمه إلى حركة فتح. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ونحن على ابواب الانتخابات وتدور الحروب، والهدف من هذه الحروب هو عدم المشاركه. كل جهود الاخوان الان افساد اجواء الانتخابات الرئاسيه، زي ما شفنا فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي تحرم المشاركه في الانتخابات، وده شيء كوميدي جدا. نفس الرجل الذي يحرض على قتل افراد الشرطه والجيش وكل من يؤيدهم ويرى في ذلك شيء عادي جدا، هو نفسه الذي يرى أن المشاركة في الانتخابات حرام. مش عارف أي دين هذا الذي يتحدث باسمه الدكتور يوسف القرضاوي. القتل جائز والخروج على الجيش والشرطة جائز، لكن المشاركة في الانتخابات حرام. كل هذا لأنه يخدم فصيل يدعي أنه يدافع عن الإسلام. طيب النهاردة كمان الإخوان يحاولون بمزيد من التظاهرات في الجامعات المصرية، بعض الجامعات المصرية زي جامعة القاهرة، الأزهر، أسيوط. كان هناك تحركات أخرى لمحاولة احتلال ميدان ربعة العدوية وطمس النصب التذكاري. نجحت قوات الشرطة في فض تجمعات طلاب الإخوان بميدان ربعة، ده كان قبل ما نبتدي الهواء بشوية، المغرب كده، أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقوات الأمن بتنشط الشوارع الجانبية بتبحث عن هؤلاء. أيضا الجيش النهاردة نجح في منع كارثة كبيرة جدا، استطاع تفجير سيارة مفخخة كانت تستهدف حافلات الإجازات بسيناء. المتحدث العسكري قال على صفحته الرسمية أن عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة تمكنت صباح اليوم من تفجير عربة ربع نقل مفخخة كانت متوقفة على أحد جانبي طريق الشيخ زويد العريش بمنطقة قبر عمير، حيث كانت السيارة مجهزة للتفجير عن بعد بغرض استهداف الجنود أثناء استقلالهم أتوبيسات الإجازات. في سياق متصل، تمكنت عناصر الأمن من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق الطريق الدائري الطويل الظهير المقطعة، حيث أسفرت تلك المداهمات عن قتل فردين من العناصر التكفيرية والقبض على 9 آخرين، وتم حرق وتدمير 42 عشة اللي بتستخدمها العناصر التكفيرية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد الجيش والشرطة، إلى جانب تدمير 5 عربات 24 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أو أوراق. 10 منظمات حقوقية بتطالب الداخلية بالإفصاء عن مكان عبد الله الشامي. عبد الله الشامي هو مراسل قناة الجزيرة. 10 منظمات حقوقية قالت إن أسرته حاولت توصل إليه لم تستطع الوصول إليه، وطلبت بتوفير الرعاية الطبية له حسب ما قالت، لأنه مضرب عن الطعام منذ 114 يوما اعتراضا على حبسه احتياطيا منذ 14 أغسطس 2013 دون عرضه للمحاكمة. ألقي القبض على عبد الله الشامي في 14 أغسطس 2013 أثناء وجوده في ميدان ربعة أثناء فض الاعتصام. هو ومحاموه يقولون أنه كان يتابع عمله، فيما وجهت له النيابة وإلى متهمين آخرين في القضية رقم 15899 إداري أول مدينة نصر، تهم القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن.
المنظمات الحقوقيه بتقول ان تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن ابو زعبل واتنقل بعدها لسجن تورا في 16 ديسمبر 2013. في 12 مايو 2014 تم نقله من محبسه الى مكان لم يتم تحديده ولم تستطع اسرته او محاميه التوصل اليه. فيما ذكرت المصادر الامنيه في قطاع مصلحه السجون ان هذا الكلام عار تماما من الصح، وان عبد الله الشامي صحته جيده ويتلقى الرعايه الطبيه اللازمه هو وكل النزلاء بجميع السجون على مستوى المحافظات دون اي تفرقه. وما تردد عن عدم معرفة أسرة المتهم مكان محبسه غير صحيح نهائيا، لأنه مودع في سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون ترى، وتلقى اليوم الأربعاء زيارة من أسرته بمحبسه. أما عن إضراب المتهم عن الطعام داخل محبسه لمدة 114 يوما، قال المصدر الأمني أن كل ما تردد ليس له أي أساس من الصح، وأن المتهم من الممكن أن يمتنع عن طعام السجن، لكن بيأكل من الاكل اللي بتجيبه له اسرته او بيشتري من الكافيتيريا السجن. وقال لك انه لا يعقل ان يظل شخص على قيد الحياه وهو مضرب عن الطعام 114 يوما، وان كل ما يتردد اشاعات او شائعات. سمعتوا الروايتين؟ تصدقوا مين؟ انا نقلت لكم الروايتين زي ما هم. صدقوا اللي احنا بنطالب بيه، ان كل مواطن مسجون احتياطي أو محكوم عليه أن يلقى رعاية إنسانية وصحية وطبية كاملة بالقانون. إذا كان أهله قلقانين وما قبلوهوش زي ما بيقولوا يوم الأربعاء يقولوا لنا، إذا كانوا قبلوه يبقى ما هو مبرر الشائعات؟ عايزين الحقيقة دائما تكون واضحة قدام الكل، ويا ريت يسمحوا لمنظمة حقوقية بزيارته في السجن. تفضلوا تعالوا شوفوا عبد الله الشامي بيلقى معامرة، اسألوه احنا هنوديه فين؟ واحنا سمعنا الكلام قبل كده عن سجناء قلت انهم كانوا موجودين، لا اختفوا ولا اتخطفوا ولا خبوه. فخلونا نعرف الحقيقه. الاسبوع اللي فات كنت كلمتكم عن مذكره تفاهم بين التلفزيون المصري وام بي سي مصر، وكان عندي راي متحفظ على هذا الامر وقلته لحضراتكم والزملاء في التلفزيون المصري وعلى اكثر من قناه عملوا اكثر من برنامج، وتعرضنا لهجوم شديد جدا، وانا بحترم كل الزملاء. اريد ان اؤكد قبل ما اقول لكم قرار المهندس ابراهيم مهلب، ان اؤكد على ان نحن نحترم تلفزيون مصر ونتمنى ان يكون افضل تلفزيون، ونثق في قدرات زملائنا واساتذتنا اللي موجودين في هذا المبنى العريق، ودائما نتحدث ان هذا المبنى هو الكنز الحقيقي للاعلام المصري، لا يمكن تخيل الاعلام المصري بدونه، وان كل من يعملون في القنوات الخاصه هم ابناء او اغلبهم هم ابناء هذا الصرح العظيم. هذه اشياء لا تحتاج الى تاكيد. الحديث بقى كان في زملاء بيقولوا كلام، يعني انا ايه لا اريد بخجل من انتقاد الزملاء، ولكن بيتكلموا عن القطاع الخاص وسي بي سي واراضي، بيدخلك في حتت غريبه جدا وفساد، وعايزين ياخدوا الاستوديوهات بتاع المدينه وعايزين هذا المبنى ينهار. يا جماعه انا زميلكم وبتكلم طوال الوقت عنا على التلفزيون المصري، ونتمنى ان يكون افضل. احنا مش داخلين على فكره في اي مجابهه، وكل الاحترام للدكتوره دريه شرف الدين والاستاذ عصام الامير، نحن نتحدث عن صالح الاعلام المصري بما فيه القطاع الخاص. هل القطاع الخاص كان سيدار من هذه الاتفاقيه؟ نعم كان سيدار. هل ادافع عن مصالح القطاع الخاص؟ نعم ادافع عن مصالح القطاع الخاص، بس قبلها بدافع عن مصالح التلفزيون. متوقفين ان بقول انه امن قومي؟ ايوه امن قومي، ده تلفزيون مصر. الذين نعتبرهم نظام فاسد ونتحدث عنهم رفضوا مثل هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات يجب ان تعلن بالكامل، يجب ان تعلن بالكامل، يجب ان تمر على جهات ويفق عليها مجلس الوزراء. نعم يجب ان تمر على مجلس الوزراء ووزارة المالية وجهات اخرى عديدة جدا، وهذا ما دعا المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الى تجميد مذكرة التفاهم وتحويلها الى الدراسة المتأنية. لو كان في هذا فائدة للتلفزيون المصري مع حفظ حقوقنا وحفظ المكتبة، اهلا وسهلا، نحن نساعد. احنا عرضنا وسنعرض ان احنا في خدمة التلفزيون المصري مع زملائنا وشركائنا في التلفزيون المصري اللي بنتمنى له الازدهار، بنتمنى ان يبقى عنده منتج جيد، انه يعرض مسلسلات، يبقى عنده برامج، يبقى عنده كل حاجة، لان في النهاية وانا برا
اكتر قناه ببص عليها هي القناه الفضائيه المصريه، وبقول ده تلفزيون بلدي. لو تلفزيون بلدي مش قوي ومش كبير ومش محترم، احنا ما هيبقى لناش قيمه ولا احترام. وشكرا نقطه من اول السطر. انا لا ببحث عن انتصار ولا بقول اني متبنى قضيه ولازم انتصر فيها، فاذا كنت على خطأ فليفعل رئيس الوزراء ما يرى مناسبا لحساب الإعلام المصري بشكل عام. وزيرة الإعلام هي مسؤولة عن القطاع الخاص والقطاع العام. إذا على القطاع الخاص هو خدمة للتلفزيون المصري وللإعلام المصري، كلنا مع بعض، ما احناش خصوم. وإذا كنت أدافع عن مصالح فأنا بدافع عن مصالح هذا البلد. أهلا وسهلا. بيقولوا لي الزملاء أن السيد محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن كان عايز يعمل معنا مداخلة. أهلا وسهلا بالدكتور علي عبد الرحمن. لحد ما يجي لنا السيد الدكتور علي عبد الرحمن العليا للانتخابات بتقول النهارده السيد المستشار عبد العزيز سلمان. طيب قبل ما اروح معي الدكتور علي عبد الرحمن، مساء الخير دكتور علي. مساء النور سياده المحافظ، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل سياده المحافظ، اكيد حضرتك عايز تعلق على معرض. اعلنت من احد اصدقائي عن ما ذكر حول معاقبة مجموعة من السكان أحد الشوارع في العجوزة، في المهندسين يا فندم، في مصطفى محمود، الشارع أمام مسكنهم. الحقيقة أن ده غير معقول بالمرة. طيب. إحنا بنبذل جهود مكلفة ومضنية في نفس الوقت. طيب عشان سيادة المحافظ، نزيل كل المتعلقات بنشاط المحلات في الشوارع الرئيسية. يا دكتور علي، دكتور علي هتسمح لي؟ واضح ان حضرتك صاحبك اللي نقل لك ما نقلكش صح. تسمح لي حضرتك اقول لك انا عرضت ايه؟ اتفضل يا فندم. في امام مسجد مصطفى محمود الرصيف اللي كان اتكسر ايام ما اتنقل اعتصام النهضة واتفض، فانتقل مجموعات الصورة على الشاشة تاني. الرصيف بالكامل ده رصيف لا قدام محلات ولا قدام اي حاجة، تم تحطيمه بالكامل ولم يتم اعادته مرة اخرى. منذ اسابيع قليلة سكان العمارات قرروا انهم يساعدوا الحكومة بعد ما المحافظة قالت، الحي قال ليس لدينا اعتمادات. انا عندي بالصور، تم رصف الطريق بالشكل الذي كان موجود، جابوا طوب احمر في ابيض شيك جدا وعملوا رخام وحطوا الشجر والورود وجابوا اعمدة انارة في منتهى الشياكة. اللي حصل ان الحي بعت لهم يقول لهم انتم اتلفتم البايظ وعليكم تدفعوا 36,000 جنيه. كل اللي عملوه ده بمنتهى الشياكة، اتمنى ان حضرتك تشوفه امام مصطفى محمود، اتكلف 19,000 جنيه. هذا ما كنت اناقشه. طبعا ده غير منطقي. يعني اي حد بيقوم باي تجميل احنا بنشكره، ويا ريت ده من خلال يعني هذا الموضوع قد ياتي بفائده ان الناس اللي موجودين في اي منطقه فيها انشطه تجاريه ياخذوا على عاتقهم مسؤوليه نظافه المكان وتجميله امام المكان اللي بيزاولوا فيه نشاط تجاري، باعتبار ان الانشطه التجاريه تقدر تتحمل تكلفه اضافيه. لا، دول سكان يا سياده المحافظ، دول سكان وقررت. مرجوه ايضا من سيادتك ان سيادتك تقول لكل الناس او المواطنين اللي سامعيننا ان لازم ينسقوا بشان هذه الجهود. ما ينفعش ان كل واحد يعني نشكرهم على اللي عملوه. ما هو ده ما حصلش يا سياده المحافظ. وريته على الشاشه ده شكل جميل. اللي بعت لهم سكرتيره، انا مش عارف حد، والا تمتد العشوائيه لكل مكان. كل واحد هياخد الجزء اللي قدامه ويعمله بالشكل اللي يراه. طيب سياده المحافظ، اللي حصل ده حصل بعد اختار حي العجوزة اكتر من مرة وقال لهم ما عنديش نفقات. اللي بعت الجواب، انا موافق جدا ان السيد سكرتير عام المحافظة اللي موقع الجواب وبيقول لهم هنتخذ ضدكم الاجراءات ان ما جيتوش دفعت الفلوس، كان استدعاهم وقال لهم شكرا، لان بقيت العمارات كانت ناوية تعمل كده وتكمل المنطقة بالكامل، وكان قال لهم تعالوا ننسق مع بعض بدل ما يبعت جواب ويقول لهم هحولكم القضاء. لا، انا مستعد انهم يجي واحد يمثلهم، واذا كان طلبهم هو ان يمتد عملهم الجميل ده لاماكن اخرى اهلا وسهلا بهم. يجوا لحضرتك امتى يا سياده المحافظ؟ يجي بكره الساعه 1. بشكر حضرتك جدا دكتور علي عبد الرحمن.
بشكر دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، قلت لكم دائما اللي تحت اللي تحت اللي تحت اللي تحت هم اللي هيدخلوك في متاهات طوال الوقت، لو تم ده من الاول كان زمان المنطقة دي كلها اتعملت والمنطقة سمعت لمنطقة اخرى وهكذا، فبقى لنا دور بين احنا المجتمع المدني اللي بنطور ونبني. طيب العليا للانتخابات المستشار عبد العزيز سلمان قال ان عملية تصويت الوافدين اخذت اكتر من حجمها، ان اللجنة ما خلفتش القانون لان ما فيش حاجة اسمها وافدون اساسا، قال ما فيش حاجة تلزم اللجنة في القانون ولا الدستور بمسألة الوافدين، والأصل إن اللجنة حددت يومين للاقتراع حتى تسهل على المواطنين وعلى المواطن الوافد اللي موجود في محافظة أخرى يلحق يصوت ويرجع لمحافظته. في الحتة دي عايز أقول لأصحاب الشركات ورجال الأعمال إنه التلات والأربع، لأن عدد الوافدين اللي تسجلوا قليل قوي، إدوا أجازة اليومين دول للعاملين اللي هم وافدين يرجعوا مناطقهم بلادهم، يقعدوا مع اولادهم يومين ويصوتوا ويرجعوا تاني. طيب اهم النقاط اللي جت في المؤتمر بتقول غدا فتح باب التصويت، تصويت المقيمين بالخارج دون قيود، المصريين بقطر لهم حق التصويت طبعا، ارسلنا 180 قارئا الى السفارات لتسهيل التصويت، نتيجه الانتخابات ستعلن بعد التصويت بالداخل، حضور الناخب ضمانه لمنع اي تلاعب او تزوير، جاهزون لحل اي مشكله تواجه اقتراع المصريين بالخارج، خصصنا 20 خطا ساخنا لتلقي شكاوى المصريين بالخارج، لا مد لفتره التصويت لايام اخرى بالخارج او الداخل. شخصيه النهارده، وللاسف بقينا دايما بنختار شخصيه اليوم من شهدائنا، الشهيد النقيب او ملازم اول احمد محمد حيدر، ضابط العمليات الخاصة بالأمن المركزي، اللي اتضرب عليه نار من قبل مجهولين بطريق شبين أليوب لما كان راجع من شغله متوجه لمسكنه في محافظة الأليوبية في شبين القناطر، هو ركب عربيته اعترضوا ملثمين، شاب زي الورد زي الورد الله يرحمه ويصبر أهله، فراحوا ضربين عليه نار، تبادل معهم إطلاق النيران، قتل واحد وهو اتقتل ومجموعة هربت، مازال البحث جاري عنها، وكانت جنازة مهيبة اليوم في القليوبية. طيب خلوني أختم عشان أستقبل ضيوفي، تعالوا نشوف فيديو لمذيع بريطاني اسمه أندرو مار، كان بيعمل حوار مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قال له إيه لأن الوقت خلص، قال له اخرس يا رئيس الوزراء أنا حقا آسف وقت البرنامج خلص، أنتم مصدقين إن ده ممكن يحصل؟ طب تعالوا شوفوه. They know us. I'm Mr. Shut Up. I'm afraid today. I'm really, really sorry. We have run out of time. I'm afraid. They know us. They've worked with us. I'm Mr. Shut Up. I'm afraid today. I'm really, really sorry. We have run out of time. I'm afraid. They know us. They've worked with us. I'm Mr. Shut Up. I'm afraid today. I'm really, really sorry. We have run out of time. I'm afraid. They know us. They've worked with us. Shut Up. بيقول لرئيس الوزراء Shut Up. أنتوا متخيلين إنك لو قلت لأي حد قاعد معك هنا حتى أنا مش بطالب طبعا بالسقف ده، ده قلة أدب. يعني ما اقدرش اقول له الوقت خلص اخرس لاي حد، لاي لاصغر واحد اقعد معاه ما اقدرش اقول له كده خالص. احنا تعلمنا في الاعلام ان ضيفك حمايتك، ان انت المسؤول عن حمايه الضيف وهو عندك، حتى ولو كنت مختلف ايه انت لابد ان تخرجه امن وتديه الامان وهو عندك في الاستوديو، فلازم احترمه. لكن عندهم في بريطانيا شايفين عشان يقول له خلاص يا سياده الرئيس الوقت خلص يا سياده الرئيس بيقولوا اخرس الوقت خلص، لا حول ولا قوة الا بالله، والله احنا كويسين لسه في امان. خلوني اطلع فاصل. هو ليه كل الانبياء رجاله والحديث عن ربنا دائما ياتي بصيغه المذكر؟ هي اداة الله في الخلق، فكيف لا تكون أداته في التبليغ؟ الآن حصلت حادثة في المجتمع فنزل شيء من الوحي، هو مكلف بتلقي الوحي الآن وإبلاغه وهي في فترة حيض أو ولادة. صناعة الإنسان أو خلق الإنسان بالنسبة للرجل متعة ساعة، بالنسبة للمرأة رحلة موت. ورد في الحديث أن المرأة عند أول الطلق، أول طلق يحصل لها توفر لها جميع ذنوبها مما سبق. ممكن يجي الراجل يحتج ويقول يا رب ليش خليت المرأة هي أداتك في الخلق؟ حضرتك قلت إنه إحنا ندرس سريعة عشان نكلم المجتمع ومنه إلى التغيير، ولكن حقيقة الأمر أنا لو كلمت أتهم بعدم الفهم. من الذي يجرؤ أن يحرم إنسان كريم من النظر والتأمل والتدبر في كلام الله؟ استمرار وجود المرأة العالمة بالشريعة إلى جانب الرجل العالم بالشريعة يضمن
عدم انحراف لغة الخطاب إلى نحو الذكورية. ليه الراجل يزني وهو من حقه يتجوز أربعة وعنده كمان ملكات يمين؟ الست ليها راجل واحد، يعني بقى عقوبة الزنا نزل الستات. الله الذي خلق الوجود هل له تحيزات في الخلق؟ بمعنى هل هو يخلق الشيء بناء على تحيز في ذاته؟ حاشاه، منزع عن أن يتحيز لأنه ليس بجنس سبحانه وتعالى. نحن أهو ما زلنا نفتش عن المدخل، نلتقط طرف الخيط الذي يعيننا على فك هذه الإشكالية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، أرحب بضيوفي الأعزاء فضيلة العالم الجليل الشيخ الحبيب علي الجفري، مؤسس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات. أهلا وسهلا مولانا. حياكم الله وبارك. أهلا وسهلا منورنا. الفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا مولانا. أهلا وسهلا زي حضرتك. ربنا يخليك. وضيفاتي العزات الأستاذة أمنية طلعت الكاتبة والأديبة، أهلا وسهلا. الأستاذة أمنية عزة المدونة والنشطة في مجال حقوق المرأة، أهلا وسهلا. الأستاذة آية دوارة الباحثة في مركز قسطاس لحقوق الإنسان، مساء الخير أستاذ خالد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. في الحلقة الماضية تحدثنا في أمور عديدة، هقول لكم جزء من ردود الفعل. ناس كتير كانت متحفظة على فكرة الحوار وأن هذه الأشياء محتاجة علماء تطرح الأسئلة، لكن ما تكونش الحوار في المواجهة، لأنه قد يقودنا إلى مش عايز أقول إضاعة وقت ولكن تشتيت القضايا، وإن كنا مؤمنين في هذا المكان أن الحوار هو الأصل. ثانياً كان البعض بعت لي قال لي هو الأصل في السؤال، لماذا هل يجوز ومن حق المخلوق أن يسأل الخالق لماذا؟ لو فتحنا باب لماذا؟ لماذا المرأة تحيض؟ لماذا الأنبياء كلهم من الرجال؟ ولماذا العصفورة تطير والفيل يمشي على الأرض؟ يعني كل الأسئلة ستصبح لماذا؟ فهل نسأل الخالق أم نحاول أن نفهم حكمه وفلسفة الخلق؟ ده كان جزء، لكن كان الحوار ممتد. قبل ما نروح للحوار، في قضية شائكة طلب مني الكثيرين أن أسأل فضيلة العالمين الكبيرين عنها، وهي حرمانية التصويت. نحن نتحدث عن أمر سياسي، قال فيها الدكتور يوسف القرضاوي أنه حرام، فتوى دينية، حرام المشاركة في الانتخابات. أثارت لغط عند بعض من يرى أنه رجل دين، عالم دين، فقال يبقى حرام، قد يتأثر به البعض. فضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كرر الترحاب بأخواتنا المباركات وبكم جميعا. يعني عندما سمعت مثل هذه الفتوى الأسيفة المؤسفة، خطر ببالي مباشرة آية في القرآن الكريم تكرر فيها كلمة الكذب 3 مرات، وهي الآية الوحيدة التي تكررت فيها. نعم. وهو حينما يرتبط الأمر بالفتوى بالحلال والحرام. يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. فآية يعني ليست بطويلة، ويذكر فيها كلمة كذب 3 مرات، ارتبطت بمفهوم الإخبار عن الله الفتوى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذبة إن الذين يفترون على الله الكاذبة لا يفلحون. لست مع طرف ولا مصطف في ذا طرف، من يشارك من لا يشارك، من يختار زيد من يختار عمر، هذه داخلة في دائرة المباح بشرط الأمانة عند المشاركة. بمعنى أن الذي يختار خيارا معينا في مثل هذه التفاعلات السياسية، الحلال والحرام هنا يدخل في شيء وهو الأمانة ألا تشهد الزور، لأنها شهادة، لا بمعنى لا تعطي بصوتك مقابل مبلغ مالي لمصلحة منقضية لشيء من ذلك. هنا يدخل كلمة حلال وكلمة حرام. أما في وقت نقول هذا واجب، ثم نقول هذا حرام، ثم نقول هذا يصلح، يعني أشعر بثقل وأنا أقول يعني ارحموا الفتوى، ارحموا الفتوى. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني مستعيذا بالله من سوء الخاتمة، ومن يعني بمعنى من التردي بعد الترقي، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. نعم. فضلت الدكتور، لك أي تعليق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وندعو الشيخ القرضاوي أن يعكف في أخريات عمره على أن يقبل على الله، وأن يختم عمره خاتمة حسنة.
أن يقبل على التعبد، أن يكف عن الخوض في الشأن العام بهذه الطريقة المأساوية. أحكام الشرع الشريف أنبل وأجل من هذه الطريقة في التلاعب بها. الانتخابات القادمة في مصر واجب وطني، لابد من تلبية هذا الواجب والنهوض إليه. كل إنسان يقدر ويختار ما يراه صوابا. تحويل النزول إلى الانتخابات إلى قضية الحرمة بغرض النكاية في مصر وفي شعبها، وبغرض التستر على موقف سياسي، هذا شيء لا نرضاه للشيخ القرضاوي ولا لغيره. ونقول له يعني كما قال فضيلة الشيخ، دع الفتوى جانبا ويعني اختم حياتك خاتمة حسنة. نسأل الله أن يتولانا جميعا يا رب. طيب نعود إلى موضوع حلقتنا النهاردة، المرأة في الإسلام أو المرأة والإسلام. أستاذة آية، من الحلقة الماضية يمكن أن تلخصي لنا ما دار؟ أترك لك هذا. بالتأكيد ممكن طبعا. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في عدة قضايا، يعني دخلنا في قضايا واحدة من العشرين او عدد من القضايا العشرين اللي احنا بنتكلم فيهم دايما وبنتناقش فيهم حول حقوق المرأة في الإسلام، زي زواج الأربعة، زي الميراث وغيره من القضايا الشائكة اللي دايما وحور العين لسه ما دخلناش على حور العين، احنا وعدين الناس نتكلم في حور العين بالظبط. فاتكلمنا في ده، وبعدين شيوخنا الأفاضل دخلوا بينا في مدخل فلسفي أكثر عمقا عن الحديث عن الحقوق عموما وعن الإنسان ونظرته للآخر والصراع بين المرأة والرجل وغيره من الصراعات. وبعدين رجعنا تاني للخناق مع انه مع شيوخنا الافاضل ما فيش ده ابدا. فكان مثمر ده. نرجو المره دي ان احنا كمان نكمل، هنكثف قوي الاسئله، هنحاول نصل الى عدد اكبر من الاسئله. ليت التشكيك هنا. سيدنا ابراهيم عليه، سيدنا موسى عليه السلام كلم الله وساله وقال له اولم تؤمن؟ قال سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم انا اسف، قال بلى بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي، مظبوط تمام، فيش كلام أكيد. طيب احنا عايزين قلوبنا تطمئن، ماذا لديكم يثير القلق؟ أنا عندي عدد من الأسئلة. هطرح سؤال أول أرجو أنه يكون واضح، أنه لما حد بيقرأ في الإسلام الوهلة الأولى، أو لو درسنا مفهوم غير المسلمين عن الإسلام، أو نشوف عموم الناس لما بتتكلم في الأمر ده، ممكن يجي لنا الشعور أنه المرأة في الدرجة الثانية بعد الرجل في آيات كتير مختلفة غيره. ولعلني ايه عارف الادله الليه والنبيه على صور تكريم المراه في الاسلام اللي بتنطبق على عصرنا الحالي. يعني مش يعني انا اسفه اني اقول مش عايزه اسمع انه الاسلام رحم المراه من الوقت، لا خلاص انتهينا من الامر ده. مش عايزه اسمع انه اعطاها حقها في الميراث، لانه ده موجود في الدول المتقدمه خلاص ايا كان دين ساكنيها، ولانه مش موجود في الدول المتخلفه ايا كان دين ساكنيها ايضا. والغريب واللي دايما بيحيرني انه بجد على الجانب الاخر الشيوخ، بعض الشيوخ وبعض الدارسين او غيره بيتكلم بكل ثقه وبيسحب من المراه بعض الحقوق. واضح انه الامر يعني مش علينا احنا ملتبس، بس على كتير من الناس حتى الشيوخ، مظبوط؟ نعم. لو اسمع من شيخنا الافاضل اتفضل. سيدي الحمد لله، اعجبني قولك ان ما نحتاج لفت النظر اليه هو متعلق بما يتناسب مع ما توصلت اليه الثقافه الانسانيه اليوم من نقله. مظبوط. فلا ينبغي ان نستمر نقول يعني كثر خيرنا لم نعد نائدك، يعني احمد الله انا ما ندفنك فكفايه عليك، هذا كلام ما عاد صحيح، لا اقول ما عاد مقبولا، يعني ما عاد حتى مشروعا ان نتكلم بهذه الطريقه. صحيح الطرح هذا كان يعتبر استباقا لعصر قد مضى، وإذا كنا نقول أن دين الله سبحانه وتعالى صالح بل مصلح لكل زمان ومكان، فلا ينبغي أن نقف عند رؤية عصر وثقافة عصر. تماما أتفق معك على هذا، لكن دعونا نسأل ما هو مفهوم التكريم؟ هو الإشكال الكبير هنا، النظرة إلى مفهوم التكريم أصبحت مختلة في عصرنا، بمعنى أنها أصبحت أسيرة لفلسفة ما بعد الحداثة من ربط التكريم بالأنا، ربط التكريم بالجسد، ربط التكريم بالصراع، بجعل الحياة عبارة عن صراع يشبه حالة الغاب الذي ينتزع فيه كل طرف، يحاول كل طرف انتزاع ما يريد من الآخر، فتتحول
نعمة التنوع في هذه الحياة إلى نقمة التنافر، إلى حد التدافع والتنافس، هذا مطلوب. أيضا من حق كل طرف يشعر بالظلم أن يطالب بحقه. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن شيء أعمق من هذا، وهو أن يعيش الإنسان ونظرته لمفهوم التكريم مقتصرة على ماذا أريد أنا، ماذا لي، ماذا ستعطيني، كيف سأخرج بحقي، يا النسبة ونون النسبة. هذا يحول الحياة إلى بؤرة صراع، وهو الذي يعيشه العالم. لا أتكلم في المرأة وحدها، هذا الذي يعيشه العالم اليوم في الصلة بين الحاكم والمحكوم، في الصلة بين الرجل والمرأة، في الصلة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، في الصلة بين التجار وبين المستهلكين، بين الأغنياء والفقراء. أصبحت النظرة العالمية لمفهوم التكريم اليوم قائمة على الأنانية وعلى التنازع. وقد قال شيخنا الإمام ابن بيه حفظه الله: تنازع البقاء يفضي إلى الفناء. هذه كلمة عميقة، تنازع البقاء يفضي إلى الفناء. مفهوم التكريم الذي ينبغي أن يطرح يتعلق بأمور، لكن يمكن أن أوجزها لأجل الوقت في ثلاثة نقاط سريعة. النقطة الأولى مفهوم المساواة، وهناك فرق بين المساواة والتساوي. التساوي يعني التعادل في كل شيء بغض النظر عن قيمة الاختلافات التي يمكن أن تتحول إلى خصيصة لا إلى نقيصة. هذا مرفوض، لأنه حتى طبيعة تركيب الإنسان الذكر والأنثى لا تستجيب له. هناك شيء اسمه المساواة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذكرنا في الحلقة الماضية أن معنى قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، كما ذكر ابن عباس هنا: أن أوفيها حقها كاملا ولا أستوفي حقي منها كامل. فالنقطة الأولى هذه المساواة. النقطة الثانية أن تقوم النظرة على أساس الأفضلية في المسارعة إلى الله، عوض عن أن أربط الأفضلية بأنا أخذت منك وأنت أخذت مني. نظرة الإسلام العظيمة في هذا الباب جاءت ليست القضية أنا أفضل أو أنت أفضل، ليست القضية أن تكون غاية أمنية المرأة أن تساوي الرجل، وكأن الرجل هذا شيء عالي والمرأة شيء في الأسفل، فغاية ما تريد الوصول إليه أن تساوي الرجل. هذا النوع من النظر متخلف. عصرنا اليوم يعيش هذا التخلف، لا نقول الإسلام يتكلم عن شيء ماضي وتخلف، العصر اليوم يعيش هذا التخلف. النظرة عندنا لا، أود أن تنظر المرأة بمنظار أنها تريد أن تكون أفضل من الرجل، والرجل ينظر بمنظار أنه يريد أن يكون أفضل من المرأة. لكن كيف؟ بالبذل، التقوى الذي مفهومه أوسع من مفهوم النسك فقط والعبادات الحسية. البذل، الأفضل هو الذي يبذل أكثر، الأفضل هو الذي يعطي أكثر، الأفضل هو الذي يتسامى عن حظوظ نفسه أكثر. هذا المنظار لا يستقيم إلا إذا جئنا إلى النقطة الثالثة الأخيرة التي أرد ذكرها، وهي أن نجعل الله بيننا. بمعنى أن الإسلام جاء ليفهم الرجل أن صلتك بالمرأة هي صلة بالله، فجاء يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظروا، لم يقل خيركم أكثركم صلاة وهي أمر عظيم، ولا أكثركم صوما وهي أمر عظيم، ولا أكثركم صدقة، ولا أكثركم جهادا، ولا خيركم لأهله. فجعل المقياس في القرب من الله بالنسبة للرجل مستوى صلته بأهل بيته. وأنا أكاد أرى زوجتي أمامي الآن وأنا أتكلم، وهي تنظر إلي يعني بعينين تسألان أسئلة كثيرة، لكن هذا الواقع ولو كنت مقصرا. خيركم لأهله، نجعل الله بيننا في التعامل. وكذلك المرأة تنظر بهذا المنظار بأن الله عز وجل هو الذي بيني وبين الرجل في هذا التعامل. هذه ثلاثة نقاط لو تأملناها هي معالم التكريم الحقيقي. أن أسمو بنظرتي للمرأة عن كونها مجرد جسد، يعني لا بمفهوم أنه خلاص ممنوع أن تمارس أي شيء في الحياة، وكل ذرة من ذرات صوتها وحركتها وسكونها عورة، وأنها يعني قاصرة لا تستطيع أن تقوم بشيء إلا وعليها علامة استفهام، حتى جاء بعضهم للأسف ممن ذكرتي ولا نستطيع أن نسميهم علماء أو مشايخ، لا، فصعد يقول المرأة لا يجوز تدخل على الإنترنت إلا بمحرم، ولا في المقابل دعوة الحرية وإعطاء المرأة حقوقها لتتحول إلى سلعة تجارية للإعلانات التي تعلق في الشوارع أو التي تظهر في وسائل الإعلام للربح للشركات الكبرى. لا هذا تكريم ولا هذا تكريم. فهذه بعض معالم التكريم. أشكر حضرتك جدا. هل في هذه النقطة حضرتك لك إضافة؟ لا، فيما ذكر كفاية إن شاء الله. طيب، أمنية هتسألي سؤالك وتلفظ. طيب أوكي.
طيب انا كنت حابه بس اقول نقطه بسيطه. اتفضل. انتوا قلتوها بس انا حابه اقولها بطريقه تانية. احنا تهاجمنا جدا يعني يتقال علينا ان احنا جايين نعارض الاسلام، يعني عشان بنسال اسئله يتقال علينا بنعارض الاسلام، خصوصا النقطه اللي حضرتك قلتها لي اللي هو المفروض ان قبل ما نسال الاسئله نكون قارئين في الشريعه او دارسين الشريعه. طب انتوا ازاي جايين تسالوا اسئله من غير ما تدرسوا الشريعه؟ طب يبقى كده مطلوب مثلا من كل النساء انهم يدرسوا الشريعه؟ وده سؤال دراسه مفروض. لا ما هو ده انا حابه بس اوضحها. السؤال 99% او 9 من 10 من الشيوخ بيتخذوا ايه يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علىهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بيتخذوها ان هي ايه للحجاب، ولكن هي طبعا ليها مناسبه، فانا حابه اعرف فعلا المناسبه دي صحيحه ولا لا. اللي هو كان دليل كده كان عمر بن الخطاب يضرب الأمة إن لبست الحجاب، وقال أنس بن مالك أن عمر رأى أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر. فأنا عايز أعرف إيه الصلة ما بين دي ودي، على أساس إن هو كان أيام الرسول مجرد إن الواحدة بتلبس حجاب علشان تكون حرة، أما الأمة لا. فأنا عايز أعرف دي فعلا الحجاب ولا لا. طيب بس السؤال وصل. هنطلع فاصل بعد الفاصل لنسمع الإجابة من فضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور أسامة الأزهري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واصل حواري مع ضيوفي الاعزاء. كانت امنيه بتسال عن الحجاب، هل الايه التي نزلت في زوجات النبي عليه افضل الصلاه والسلام ام انها خاصه بعموم نساء المسلمين، وهل كان الحجاب للحرائر فقط ومحرم على السبايا الاماء؟ الاماء نعم. اولا في جزئيه ايضا تعليقا على ما تفضلت به الضيفات الكريمات من حالة التجاوب والتفاعل التي جرت عقب الحلقة الماضية، وما وقع من هجوم على الضيفات الكريمات وما وقع من هجوم علينا أيضا. تعليقي على هذه الحالة قبل الدخول إلى الإجابة، وأنا آسف للخروج عن نسق الحلقة وحكون محدد في الإجابة إن شاء الله، إنه أقول للمشاهدين الكرام هذه الحالة من التفاعل وساعة الصدر والتداول في مواضع الإشكال والاجتهاد في استخراج الأجوبة الجزئية التفصيلية التي تبين حكمة الشرع الشريف فيما يشكل ويستغلق من مسائل هذا العصر شيء شديد الأهمية. ولو لم يكن في المجلس إلا أن يكون هناك نقاش علمي راقي رفيع المستوى يتم فيه تداول الإشكاليات على أرقى طريقة من الأخذ والرد لكفت. الشيء الثاني أن ما نحن فيه، علشان أذكر بالسياق العام لتتضح جدواه، هو جزء من مشروع كبير أرجو أن يرى النور بصورة تدفع حركة المجتمع، أنه يا جماعة لابد من إعادة تأسيس وصياغة وبلورة وإنضاج عقد اجتماعي صحيح. مستقر وآمن ومقبول بين كل فئات المجتمع المتصارعة فيما بين الروائي والمبدع والدين على غرار الحلقتين اللي احنا تكلمنا عنهم، فيما بين الشعراء والأدباء، فيما بين النساء، في علاقة الدين بالسياسة، في علاقة الدين بالمجتمع. كل الفئات التي يتكون منها المجتمع لابد من أن تعيد النقاش المصون والمحفوظ من أن يكون وراءه قصد التهييج والصدام والصراع، أو أن يكون مفعم بروح الإثارة والمضادة والمضاربة. فهذه خلفية لابد أن أذكر بها. وحضرتك عندك يعني قبل أن تدخل في الإجابة أود يعني أن أعبر عن أسفي للأستاذة الكريمة عن أن كلمة يعني صدرت مني أثناء الكلام، لو أنك تعلمتي في هذه المسألة لوجدتي كذا قد تسببت لها في جرح مشاعرها وفي الهجوم عليها، يعني أرجو أن تسامحيني، لم يكن المقصود أبدا في ذلك. وأود أن أؤكد على ما قاله سيدي الشيخ أسامة من أن هذا النوع من الحوار هو وضع اليد على ألم كلنا نعيشه. هذا النوع من الحوار هو تجسير وردم لفجوات كبيرة نحن شاركنا فيها في بيت الخطاب الإسلامي، لابد أن نعترف بذلك. هذه الحوارات المقصود منها أن نخرج ما كان في الزوايا الضيقة مما لا يجد من يجيب عليه
وأصبح منتشرا عند الكثير من الناس إلا نحن الذين نعتبر أنفسنا ملتزمين. يعني نظن أنه ما أحد يعيش هذا الموضوع. كتم كتم لا تتكلم. ينبغي أن تتسع صدورنا لفكرة أن يعرض الإنسان ما عنده، وينبغي أن يكون الإنسان عندما يعرض يعني لديه قابلية أن يستمع، أن يعدل، أن يقيم، أن يتقدم، أن يتأخر، وفي هذا الخير. فأنا أكرر أسفي. تفضلوا. أشكرك يا صاحب الفضيلة. أما بالنسبة لما تفضلتم به من السؤال حول الحجاب وقضية الإماء وكذا، في نقاط محددة. أولا، لم تعد هناك إماء ولا عبيد، ومع حرب تحرير العبيد وإبراهام لينكولن في أمريكا، وبدأ العالم يميل إلى اتفاقيات دولية لإلغاء الرق، كان المسلمون من أوائل الدول التي سارعت واستجابت لهذا، وتم إطلاق العبيد وتسريحهم، والكلام ده في أواخر القرن قبل الماضي، وصار هذا جزء من التاريخ. فهذه جزئية يعني، فمجتمعنا غير متعرض الآن لقضية كالتي تفضلتم بها. الجزئية الثانية، وضع الأمة في هذا الباب كمثل وضع النساء القواعد. المرأة العجوز التي بلغت سن عالية، قاربت 80 أو 90 وخلاص، يعني صارت يعني آمنة من في تعاملها مع المجتمع. الشرع الشريف يقول فيها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فكذلك الأمة تشارك المرأة العجوز في هذا الحكم، اللي هو إيه الحكم؟ ما تفضلت به: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. على فكرة دي مش واردة في الخمار ولا الحجاب ولا أي شيء، بل هي واردة في عموم الحشمة والتستر والوقار. استثنيت منه المرأة القواعد من النساء كما نصت الآية الكريمة، استثنيت منه الأمة حتى لا يعوق ذلك المقصود من وجودها في البيت، سرعة الحركة والنشاط والخدمة وترتيب البيت وكذا. فإذا ظلت شديدة المحافظة على الزي الوقور الذي تسير به في الشارع منعها من المقصود في أداء العمل. ومع ذلك إذا كانت في المقصود من هذا أنها ليست مقيدة بالملابس التي تقيد بها عموم النساء، مع مراعاة أن المجتمع ينظر لها على أنها مدبرة بيت، خادمة في البيت تعده وتهيئه، فإن كانت على حال من الجمال رجعت إلى قضية الحجاب كالمعتاد في عموم النساء. وإذا خرجت إلى الشارع، حضرتك بتحكي لي وضعها داخل البيت، طب إذا خرجت إلى الشارع لها أحد احتمالين: إما أن تخرج إلى الشارع سريعا لقضاء حاجة البيت والعودة، وهي حينئذ ليست ملتفتة إلى الشارع ولا إلى الناس، بتجري بسرعة تشتري حاجة البيت وترجع، فحينئذ ينبغي أن تؤدي العمل ولا يلتفت إليها أحد. أو أن تخرج إلى الشارع كسيدة لها زوجها ولها بيتها، وتخرج مع زوجها وأولادها، رجعت امرأة تتستر كما تتستر النساء. يبقى إذن وضع سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: يا جماعة، تركيب الأحكام الشرعية مع حركة الحياة يقتضي كياسة وفطنة. الحكم الشرعي في حق الأمة أنها إذا كان المعتاد في حقها ألا يلتفت إليها أحد، فلها أن تتخفف من الثياب المعتادة مع كمال الاستعفاف والحشمة والوقار، إلا إن كانت ملحوظة بعين الجمال وكذا رجعت إلى الحجاب، حكمها في ذلك حكم المرأة الهرمة التي لا يلتفت إليها أحد. ثم بعد ذلك شدة حرص سيدنا عمر على أنه إياكم أن تجعلوا مثل هذا النقاش يؤدي إلى تعطيل حركة المجتمع التي هي حركة البناء والعمل والدأب والمجتمع الجاد، المجتمع الغارق في الإنجاز والعمل. أما الآية التي تتعلق بالحجاب فهي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فكلمة الخمر هنا إذا فتشنا في المعجم اللغوي في القاموس ما معنى كلمة الخمار الموجودة هنا؟ ما يستر رأس المرأة باستثناء الوجه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني أن تسبغ غطاء الرأس على وجهها إلى أن يحفظ صدرها وإلى أن يكون ساترها. هذا هو الجي بالضبط، اللي هو فتحة الثوب التي تدخل منها الرأس. فهو يقول الخمار الذي هو في المعجم اللغوي في معاجم اللغة اسم لغطاء الرأس عند المرأة، وهو يختلف عن النقاب. النقاب شيء مباح،
كلام جماهير الفقهاء على أن النقاب مباح، من شاءت فعلت ومن لم تشأ فلا، ومن ذهب إلى وجوبه كبعض السادة الحنابلة فهذا يعني حكم خاص بهم، لكن جماهير الفقهاء على أنه شيء مباح لا ينكر فيه، لا تنكر فيه الواحدة التي استعملت النقاب على من لم تستعمل ولا العكس. لكن غطاء الرأس للمرأة الذي هو الحجاب المعروف باسم الحجاب هو الذي سماه القرآن خمارا كما هو مدلول آيات القرآن مع معاجم اللغة. أرجو أن يكون الإجابة لديك أي تعليق عايزة؟ لا بس أنا عايز أسأل سؤال، هو فعلا رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تشبيه بالحرائر ضربها؟ هو أنس بن مالك هو اللي بيقول كده. هو بس هو في مفهوم يحتاج إلى لفت نظر، لما نقرأ في كتبنا بمعزل عن معرفة التاريخ الذي قام والظروف المحيطة به تحصل إشكالية في شيء اسمه درة عمر، هذا يعني الدرة اللي كان سيدنا عمر يقال فضرب بدرته، هذا طولها، والضرب كان وكز، فعلها سيدنا عمر بن هنا نقطتين مسألة فكرة الضرب. سيدنا عمر بن الخطاب كان محبوبا عند الكل، معروف منه الحزم والشدة على نفسه قبل أن يكون على الناس بالضبط. رأى رجل يمشي على أنه متخشع وناسك وعامل هكذا وهو ماشي، فوكزه بالدرة، قال ما هكذا يكون الخشوع، أمت علينا ديننا، أمت علينا ديننا، يقول رأى كذا. هذه كانت طريقة سيدنا عمر. أما السؤال الثاني اللي تقصدينه يعني إيش لا يريدها، لماذا لا يريدها أن تكون يعني مقارنة بالحرة؟ هنا المسألة لا تتعلق بمفهوم العبودية والحرية، لأنه يعني المبحث هذا يطول، يعني الإسلام عمل على إنهائها لكن عدم التزام المسلمين أخر إنهائها 1400 سنة وهذا له شرحه. سيدنا عمر كان عنده منهجية وهي رفض التزوير، كان بعض الإماء يتظاهرن بأنهن أحرار حرائر، من خلال هذا التصرف قد يقمن صلاة غير صحيحة غير قويمة بمعنى فيها مخادعة، مثل الرجل أيضا الذي يريد أن يتظاهر بأنه غني عندما يذهب ليخطب وهو على خلاف ذلك، فهذا نوع من الضبط لمفهوم الصدق في المجتمع كان عن سيدنا عمر بن الخطاب، ظهر في أكثر من حالة، تجريده من سياقه الكلي الذي ظهر في حالات كثيرة في المجتمع لجعله فقط فيما يتعلق بامرأة من الإماء، كأن سيدنا عمر مستكثر عليها أن تعيش حياة كريمة، لا لما تنظر إليه من هذه الزاوية نعم هذا كيف يتصرف هكذا، لكن لما تخرجه من الإفراد هذا وتضعه في منظومته الأمر مختلف. في جزئيتين أنا آسف على يعني سامحوني، بالعكس يعني كل منطقة لما نقفلها يبقى كويس. الله يحفظك. وهي أيضا متعلقة بالسؤال الملح في قضية الضرب، حضرتك لما بتقرأي أن سيدنا عمر ضربها يحصل عند الإنسان استفزاز هائل من تصور الضرب المبرح المهين الذي يألف أكثرنا وقوعه الآن في مجتمعنا من المعاملة الـ يعني ده مش مفهوم ضرب، ده مفهوم إنسان انقلب إلى وحش كاسر وكأنه يعني إنسان الغاب الذي انهال على المرأة ضرب بطريقة تشمئز منها النفوس. فلما أجي أقرأ عبارة فيها أن عمر ضربها وأستحضر تعامل سيدنا عمر معها بهذه الصورة المفزعة، إيه ده؟ ده شيء مشكل بالفعل، يعني غير يعني من لم يتوقف عنده إذا استحضر بهذا المعنى من لم يشمئز منه فهذا ليس بسليم الفطرة بالفعل. وأنا حصل لي مشكل تاني حقول لحضرتك بس لما تكمل. فهنا هنا شيء يعني أجتهد أن أنا أقوله في يعني دقائق معدودة. إحنا عندنا إشكال عام في فهم العبارة القرآنية، المصطلح القرآني صار إما مختلا أو محتلا في أذهان الناس، في أذهان الناس. بمعنى أحد أحبابي وأصدقائي يسألني يقول لي سيدنا موسى ربنا بيتكلم عنه في لحظة غضب أنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح دي إيه؟ دي ألواح من التوراة، ده من كلام الله. سيدنا موسى يمسك الألواح التي فيها كلام الله ويلقيها، يعني كأنه بيرمي المصحف. شوف حضرتك قد إيه انقلبت لما أخذت عبارة ألقى الألواح وبدأنا نفهمها بالصورة المعاصرة أنه ألقى الشيء، ألقاه يعني إيه؟ يعني مسكه كده وطوحه بكل استهتار واستخفاف ورماه كده على الأرض. لما أجي أفهم كلمة ألقى بهذه الدلالة اللغوية انقلبت إلى طلسم من الطلاسم، شيء في غاية الإشكال. كلمة الضرب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اضربوهن الصورة المعتادة الآن أنه يفضل يضرب في المرأة ساعتين ثلاثة ويفضل يضرب فيها وهي تستغيث وتصرخ والناس يخبطوا على الباب ومش قادرين ينقذوها منه، في الآخر تطلع مصابة بكسور ورضوض. القرآن بيقول كده، نعمل كده في النساء. سيدنا عمر بيعمل كده ماشي في الشارع في أمان الله وهو أمير المؤمنين، وفجأة ينهال ضرب بهذه الطريقة المفزعة على أمه. ايه ده ليس هذا بدين يا اخي ولا
شوف حضرتك كيف ينفك الإشكال. نمرة واحد، كلمة ألقى في القرآن الكريم ليس لها أي علاقة بالرمي المستهتر المستخف المهين. لما تيجي تتتبع القرآن وتلاقي ألقى يقول وألقيت عليك لموسى نفسه وألقيت عليك محبة مني. إيه معنى الإلقاء هنا؟ خلعت عليك الخلعة التحلية الجمال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني إيه ألقى؟ يعني 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 وضعت وضعا مستقرا مكينا آمنا. فلما نيجي نفهم كلمة ألقى لو حملت على المعهود في الثقافة المعاصرة انقلبت إلى شيء شديد الإشكال. إذا فهمت على طريقة القرآن التي هي غاية في الجلال في الإبانة والتعبير، ينبغي أن تحمل كلمة ألقى على معهود القرآن في الإبانة. وده مبحث عند الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب الموافقات ورائد علم مقاصد الشريعة بيتكلم عن معهود الخطاب الذي استعمله القرآن في البيان. يبقى ألقى هنا معناها إيه؟ ألقى الألواح، وضع الألواح وضعا آمنا مستقرا يليق بجلال ألواح كتب فيها حظ من التوراة. معنى عكس تماما بالمرة. تعال حضرتك خد كلمة الضرب. أيوة. أول ما سيدنا حضرتك قلت لنا إنه بلاش الشروط وبلاش، طبعا بلاش شروط إيه وبتاع إيه، هو إحنا لسه هنتكلم في إنه يضرب وبعد كده يضرب قلب شروط كأن إحنا بنقوله اضرب بس يعني الشروط يعني مش كده خالص. أيوة. المدلول الذي يستعمله القرآن ليس له أي علاقة بالظلال الثقافية المعهودة اليوم في كلمة الضرب. ابن عباس يفسر بأن يضربها بسواك أو نحوه، يعني بفرشة سناء، يعني كأنه اللي مولانا أشار إليه إنه درة عمر كانت عصاه قدر الذراع، وكان معنى ضرب إيه؟ إنه وكزه به. هو ده التصرف الفعل الإجراء اللي القرآن عبر عنه بكلمة الضرب، أن يضربها بسواك أو نحوه، يعني حركة من حركات إنه بيقول لها كده بس. طب أنا في حاجة اسمحوا لي بس، حاضر هسمع بس تكتمل الفكرة وأرجع لحضرتك. ال- 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 الفكرة إيه؟ إنه القرآن الكريم لما بيتكلم عن مفهوم الضرب يصف فعلا يتكلم عنه، لكن هذه الكلمة مع مرور 1400 سنة بدأت يحدث لها تطور دلالي، وبدأت يحصل لها يتراكم حول هذه الكلمة تصرفات مجتمعية منخلعة تماما عن هذه الشريعة، ليس لها أدنى حظ ولا نسبة إلى هذه الشرع الشريف، وبقت هي المعنى المستقر في أذهاننا لكلمة الضرب. لما يحمل القرآن عليها يساء إليه، كقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون الله، يعني القرآن بيأمر بالإرهاب، الإرهاب اللي العالم كل النهاردة بيتكلم عليه، اللي يطلع فيه جماعة شعث الرؤوس مسكين قنابل وتفجيرات ويفجرون الآمنين ويروعون الناس. القرآن بيقول على ده مستحيل، ما حصلش، لأن كلمة الإرهاب التي يتكلم عنها مصطلح تم احتلاله أو اختل اختلالا هائلا. اللي القرآن بيتكلم عنه إيه؟ بيتكلم عن شيء يعرف في علوم العسكرية المعاصرة بتوازن قوى الردع. الردع نعم. بس فقط، يعني أن يكون تخلوش يعتدى عليك، خوفه حسسه أنك قوي حتى يعمل حسابك، أن تكون التجهيزات العسكرية الموجودة عندي لما يعرفها العدو يجد انه انني في حال تسمح لي بالرد اذا اعتدى، فلا يعتدي. بس خلاص، هذا الذي يتكلم عنه القرآن الكريم. نعم. فحضرتك ارجو ان تكون واسف على انا التصور الذهني اللي جالي. نعم. عند روايه سيدنا عمر ان يضرب واحده اما لانها تشبهت بالحرائر، ابو مالك ده الدين بيدعو للستر، فدين جاي يدعو للستر، فإذا كنت أخشى على شهوات الرجال وغرائزهم فواحدة بتستتر، هو الدين ده جاي، هو فيه ست وست، طب الكبيرة أو الكبيرة السن أنا فاهم، لكن طب دي واحدة ست صغيرة وبتستتر علشان تتغطى زي الدين ده، بتشبه بهذا الدين، أو مأمورها بالخلع والضرب، ما فهمتش قوي المعنى. هو على فكرة مش خلع وضرب، هو نمرة واحد ليس ضربا. وجز. انا موافق على الوجز، ان ينهاها، ان يطلب منها ان تخلعه اللي سترها. انا بتشبه بيك يا سيدي، ده انت الجميل، ده انت صاحب الدين، ده انا نفسي اتحرر وادخل عندك. فالدين العظيم اللي بيتكلم عن ستر المرأة
وبيحد من غرائز الرجال هيجي عند الحرة أنا خايف عليها، لكن دي خليكي نهشاً. لا 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 أبداً. أيوة. معلش أنا بجيب الآخر. طبعاً طبعاً طبعاً. نعم. هو ما قالهاش أخرجي عن حد الستر الذي أراده الشرع في حق المرأة عموماً. نعم. إنما قال لها لك نظام في الزي وقور غير كاشف عن العورات، لا يحرك الغرائز، لك نظام خاص بك إلزميه تحقيقا للمقصود من الوظيفة. لم يقل لها إخلاع الحجاب وسيري في الشارع لا تبالين بأي ملبس سرت فيه سواء كان فاضح أو ليس بفاضح. مش هو ده اللي بيتكلم عنه، إنما بيقول نعم سيدي. يعني كأن الذي فهمته من كلام الأستاذ خيري وأيضا مما يعني يطرح أنه المسألة أيضا ليست فيما يتعلق بالستر من عدمه بقدر ما هو مستكثر عليها أنها تكون كذلك. ولهذا قلت أثناء الإجابة أن اجتزاء القصة وحدها، لو جت القصة هكذا وحدها عن سياق تصرفات سيدنا عمر كسمكة خرجت من الماء فتصبح بالفعل يعني لماذا يفعل هكذا؟ هذا مرفوض. لكن لما نعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب في هذا السياق كان له عدة تصرفات من هذا النوع تتعلق بضرورة وضع الأمور في نصابها، ما لا تأتي امرأة على غير حقيقة في وضعها التنظيم. في مش بس التنظيم، الحفاظ على الأمانة، ما تأتي لتتعامل من منطلق كونها حرة فتعامل بمعاملات الحرة، لا أقصد بالكرامة هنا، حضرتك أقصد فيما يتعلق بالارتباط في الغش، أن هذا الشكل يمكن أن تستغله في أداء في أشياء أخرى لا تنتمي إلى تلك الشريحة، زي اللي ملوش بطاقة تموين وعايز يصرف دعم مثلا يعني، وهو يتنكر سيدنا عمر ما قبل من شخص وجده جالس في المسجد معتكف يعبد الله سبحانه وتعالى، قال له ماذا تصنع؟ قال أعبد الله. قال من أين تأكل؟ قال أخي يعمل ينفق عليه. قال خرج بحث عن عمل، أخوك خير منك. طب هل معنى هذا سيدنا عمر ضد الاعتكاف؟ نعم. ينهى عن عبادة. الكلام هنا عن إخراج الأمر عن سياقه. سيدنا عمر كان حازم جدا في مسألة الحفاظ تطبيق القانون بالمصطلح العصري. نعم. كان حازما جدا في مسألة عدم التلبيس شيء بشيء. فلما نقرأ هذا في 10-15 ولن أطيل حتى لا ندخل في نخرج عن سياق الوقت، في 20-30 حالة وتضعها هذه بجانبها تراها طبيعية، لا تفردها وحدها، يعني لماذا يفعل هذا؟ هو ده المنهج في قراءة التاريخ، أن تجمع مجموع التصرفات العمرية الشريفة في كل هذه الأمور ليتبين منها أنه رضي الله تعالى عنه أراد أن تستقر الأعراف في المجتمع. فين الإشكال اللي هو كان بينكره؟ واحد في مستوى اجتماعي مقبول بالنسبة إليه، وبعد كده رايح حفلة فهو كأنه متضايق أن يظهر في هذا الاحتفال ببدلة متواضعة وإن كانت أنيقة وجميلة ثمنها 400-500 جنيه، فتكلف فوق ما يطيق واستلف بدلة ثمنها 5000 جنيه ودخل الحفل وهو ماسك سيجار. نقول له ما ينفعش كده، أدخل على ما أنت عليه، سنحترمك على ما أنت عليه. اللي سيدنا عمر بينكره إيه؟ بينكر أنه زي قصة سيدنا عبد الله بن عمر لما كان عدد من الـ من الـ من العبيد عنده علموا أن ابن عمر إذا رأى من أحد من خدمه أنه يخشع في الصلاة يعتقه، فكانوا يتخاشعون أمامه في الصلاة. لو سيدنا عمر هيقول يا ابني أصدق مع نفسك، لما تكون خاشع هعتقك، لما تكون مش خاشع لا تلبس، يعني ما تلبسش الموازين في بعض، وكونه حاكم لا يتعامل فقط بالفضائل، فده يعني هو مسؤول عن سريان القانون. فسيدنا ابن عمر لأنه كان يتعامل بالفضل كان حتى إذا رأهم يتخاشعون من غير صدق حقيقة يعتقهم ويقول من خدعنا بالله خدعنا له. طيب أنا آسف لازم أطلع، أنا آسف هنرجع تاني، وبعدين ده السؤال لأمنية وناس كتير مستنية سؤال أمنية، وعادة أنا بحرق أسئلة قبل الفاصل علشان أعمل تشويق، إن أقول أمنية بقى التشويق جاهز، نلتقي بعد الفاصل.
وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. نواصل حوارنا حول المرأة في الإسلام والمرأة والإسلام مع ضيوف الأعزاء. أستاذة أمنية طلعت تفضلي. طيب أنا بس عايزة أقول حاجة في الأول. أنا يعني طبيعة شخصيتي حماسية شوي، ففي ناس انتقدت ان انا كنت متنرفزه. والله لا، انا ما كنتش متنرفزه. انا لما دي طريقه كلامها على طول، وحتى يعني هو عارف كويس جدا الاستاذ خيري دي طريقتي. انا شخص يعني حماسي، يعني بما اني كنت في الخطابه وانا في المدرسه فمتاثره يعني بالمساله مش اكتر. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا مع الدكتور والحبيب بس كان بره الهوا، وطبعا الوقت ما سمحش فانا اجلت النقطه دي. قبل ما اقول النقطه دي، انا بس عشان الناس يا جماعه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مليون مرة، وحتى مماتي إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يحسن خاتمتي وخاتمة الناس كلها بإذن واحد أحد يعني. فإنما هذا سؤال لي دخلت الإسلام على الهواء. لا أصل للأسف الشديد يعني استغفر الله العظيم يعني للأسف الشديد دايما أنا بمزح طبعا أنا عارف أي يعني دايما تفسر أي شيء على اعتبار أن أنا بقى أشكك في الدين أو أشكك في الله شخصيا، استغفر الله العظيم يعني، وده مش حقيقي نهائيا. المهم النقطة دي علمية، ولكن أنا متخيلة أن الإجابة عليها هيكون ليها بعد شوية فلسفي ديني. يعني النقطة العلمية بتقول أن الكروموزومز بتاعت اللي هو الكروموزومات يعني بتاعت الأنثى بتبقى XX، والإكس ده هو الكروموزوم اللي موجود فيه المادة الوراثية والتاريخ الوراثي للكائن الحي كله، بتحتوي على الجينات والدي ان ايه الى اخره. الأنثى عندها 2X، الذكر XY. الإكس الأولانية زي الأنثى بالظبط بتحمل الصفات الوراثية عنده، والواي فاضية ما فيهاش حاجة. ولهذا السبب الأمراض الوراثية بتصيب الذكور أكتر من الإناث عشان عنده واي. إنما الأنثى عندها XX ففرص النجاة عندها بتكون أقوى من الأمراض الوراثية وحتى الأمراض اللي بتصاب بيها في الحياة. دي نقطة. يعني معنى كده هنا إن إحنا عندنا التكوين الجيني للمرأة أقوى من التكوين الجيني للرجل. آخر الأبحاث العلمية كمان مؤخرا أعتقد في كم سنة اللي فاتت قالت إن الجنين بيبدأ في الرحم XX يعني أنثى، حتى تبدأ الجينات الذكرية في ممارسة نشاطها الجنسي أي النوعي، يعني مش عشان بس نفهم جنس النوع النوع نعم. وإظهار ذكرية الجنين في الأسبوع السادس أو بيفضل أنثى. طيب إحنا بقى خلقت المرأة من ضلع آدم وخلقت عشان كان وحيد. أنا بالمناسبة أنا عارفة إجابات الأسئلة دي بس أنا بطرحها لأن ده ما هو يطرح في الشارع. تفضلي. نعم. خلقت من ضلع آدم وإنها خلقت من ضلع أعوج، وإنها وبالمثل البلدي اكسر للمرأة ضلع يطلع لها 24، وإذا حاولت تعدله وإذا حاولت هيتكسر تاني. في حين علميا أنا مش عايزة أتكلم بقى، يعني علميا ومثبت علميا أن جينيا المرأة أقوى، إضافة إلو مؤخرا هذه النظرية اللي أنا ذكرتها بتقول أن الأصل في الرحم بيبدأ أنثى. أنا عارفة أن الإجابة على الموضوع ده هتكون فلسفية، وطبعا أنا واثقة أنه الدكتور والحبيب يعني هيكفوا هذه المنطقة. الله يحفظك. تفضل سيدي. بسم الله. عند الفقير. بسم الله. إن هنا نقطتين مهمتين. نقطة متعلقة بطريقة التعامل مع الاكتشافات العلمية. إحنا عندنا مشكلة كبيرة، لا أقصد بكلام حضرتك ولكن بعموم ما نعيشه اليوم، الذي يريد يثبت الإلحاد يقفز يجيب لك كلام متعلق بالفيزياء وبالأحياء وبالنظرية التطور وبالبينج بونج ثم نكتشف بعد ذلك من متخصصين غير مسلمين أن الآليات التي حصلت في الإيراد لم تكن دقيقة ولا صحيحة ويثبت ذلك. يأتي أناس يريدون يقنعون الناس بالإسلام فيتكلمون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيحصل فيه تسرع. أنا لا أنفي أن في القرآن إعجاز علمي، لكن يأتي بطريقة كل شيء يريد إعجاز علمي في القرآن، فما أن يشتم رائحة نظرية بدأت تتبلور حتى يأتي يبحث عن آية يلوي عنق المفهوم الذي في الآية ليطبقها، فتأتي النظرية ثم تنقض النظرية وبالتالي يعرض. يعني هذا الأسلوب في التعامل مع ما يتوصل إليه الإنسان علميا يحتاج إلى مراجعات كثيرة في جانبين. الجانب الأول في التأكد من صحة النظرية وهل هي لا تزال نظرية أو تحولت من نظرية إلى حقيقة علمية، وتحت هذا مباحث كثير لا يتسع الوقت لها. الجزئية الثانية التأكد من صحة ربط نتاج هذه النظرية على افتراض صحتها بالمدلول الذي نريد أن نذهب إليه، وهنا نقطة يعني مشكلة كبيرة. ليس من لوازم صحة الكلام الذي ذكرتيه
لو اعتبرنا الكلام خلاص هذا نهائي وأنا لست متخصصا ولا أحب أن أتكلم في غير تخصصي بغير مطالعة أو رجوع لصاحب التخصص، لكن سأفترض أن ما تقولينه صحيحا، طيب ما دخل هذا بفكرة أن آدم خلق أولا ثم خلقت حواء عليهما السلام من ضلعه؟ الكلام هنا عن النشأة الأولى، التكوين الأول، لا علاقة له بالشكل الطبيعي من التكوين في رحم، لأن لم يكن هناك رحم في تلك المرحلة. فمحاولة ربط هذه النظرية العلمية باستنتاج شيء يوجد إشكال في الذهن، كيف يعني خلقت من ضلع آدم؟ لا، هنا يعني يسمونه العلماء لزوم ما لا يلزم، يعني لا يلزم من صحة هذه النظرية نفي هذه المعلومة وهذه القاعدة أو هذا المعتقد. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية الكبيرة والتي ألمح إليها سيدي الشيخ أسامة قبل الفاصل، وهو أننا نلقي بظلال واقعنا المرير المتخلف المتصارع المأزوم على المفاهيم العلمية والمفاهيم الشرعية. ما الذي يترتب على كون أبينا آدم عليه السلام خلق قبل أمنا حواء؟ ما الذي يترتب على كونها خلقت منه من ضلع الأعوج كما يقولون؟ طيب كانت أختي أسأل الله أن يبارك فيها، يعني شقيقتي، وهي تناكفني في المسائل العلمية طالبة علم، لما تسمع يعني أحد ينقل أن خلقنا من ضلع، أحد يقول أنت خلقت من ضلع أعوج، مباشرة تقول له هو ضلع من هذا الأعوج، هو ضلعك أنت الرجال اللي يعني عظيم. فخروج المسألة من حيز تقرير تاريخي يرتبط بالخلق يخبر به الخالق أو من يخبر عن الخالق، ومن آياته أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، هذا تقرير إله يخبر عن قصة خلق ترتبط بمقاصد، ترتبط بعقيدة، ترتبط بمفاهيم، بمنهج حياة، تجريدها من هذه الهيبة والجلال والعظمة لتصبح جزءا إما للتندر أو للتسلط. عندما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ينبغي أن تستأذن من زوجها، يجب أن تستأذن من زوجها في حال خروجها على نحو يستدعي الاستئذان، هذا المفهوم حماية، أنا أعرف أن زوجتي ستذهب في المكان الفلاني فأنا متأكد من أمان المكان، لو تأخرت تستطيع، يعني أنا مسؤوليتي الحماية. فما تتحول من هذا المعنى الراقي إلى معنى التسلط، لا ممنوع، طيب أخطو خطوتين، لا ارجعي الآن أنا غيرت رأيي، ممنوع تخرجي، طيب يلا سمحت لك يلا، لا، هذا السياق الذي يحصل في واقعنا هو الذي يحول المفاهيم الشرعية إلى شكل ظلم، إلى شكل مأساة. هناك فرق بين القواعد التي تؤسس وهي راقية وتصلح لإدارة أمة ومبنية على أساس يعني نزل من الذي خلق الرجل والمرأة وهو أعلم بنفسيتهما، فرق بين هذا المعنى السامي الراقي العالي وبين الممارسات التي أرخت بظلالها كما قال سيد الشيخ أسامة قبل قليل إلى الدرجة التي جعلت كل شيء محل نفرة. بدأنا ندور من الأقوى وجينيا أقوى لا أنا غير محتاج لهذا كله، أي خلقت حواء من آدم، هل معنى هذا أن آدم وحواء الكلام بينهما أن الرجل أفضل والمرأة أفضل؟ لا، الأفضل هو الأقرب إلى الله عز وجل، الأفضل الأنفع للبشر، الأفضل أصدق، الأعظم أمانة، الأكثر ثباتا على الحق، هذه مقاييس الأفضل، إن أكرمكم عند الله أرجلكم يعني أذكركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المعيار حق الكرامة الموجود. أنا بستأذنكم لآخر مرة، هطلع آخر فاصل عشان أخلص قبل ما الوقت يداهمنا ونعود للحوار مرة أخرى، نلتقي بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أستاذ مصطفى مسعد بيقول لي لو سمحت يا خيري بخلص كل فواصلك قبل لقاء الحبيب والشيخ أسامة عشان نستمتع بيهم، أحسن كده صعب عايز أنام. أنا آسف جدا يا مصطفى، يعني عايزين نقبض غصب عني، دي بتيجي من الإعلانات كده، لكن إن شاء الله الأسبوع المقبل وفي لقاء مع ضيفي العزيزين في حوار آخر مع ضيوف آخرين هحاول أتصرف في موضوع الوقت غصب عني، يعني أنا مضغوط جدا
وانا قاعد اسمع كلام مهم عايز افضل معاكم طول الليل. ايه اتفضلي على طول. سريعا بما انه الدكتور اسامه الازهري تطرق للايه الشهيره اخشى ان انطقها بشكل مش سليم، الايه 34 في سوره 34 مظبوط في سوره النساء، بتخلينا نسال عده اسئله بشكل سريع. اول حاجه، هل علشان نفهم الكلمه مدلولها ايه ومعناها ايه، هل ده محتاج دراسه يعني فاضربوهن انا المفترض ادرس عشان اعرف ده والجماهير تدرس عشان تعرف ده؟ رقم واحد، ايه مفهوم بالنسبه لي او يعني في شكل سريع مساله نشوز المراه؟ ما انا عايز اعرف يعني ايه نشوز المراه، والرجل الارض ايضا اظنه بينطبق عليه هذا الامر لانه كلنا بني ادمين، وازاي يتم التقويم يعني ايه ازاي الرجل يقوي المراه، ولو ده بيرجع لأسباب معينة هل المرأة برضو إن هي تقاوم جوزها؟ طيب. والحور العين بقى وكل مرة راح نسمع الحور العين والميراث والتشكيك في الشهادة طيب حضرتك يعني حاولوا تجمعوا لنا الإجابة قدر المستطاع. اتفضل سيدي. أولا، القرآن الكريم خطاب إلهي لعموم البشر، بمعنى أنه ليس محليا، لا يخاطب الشعب المصري فقط، إنما هو خطاب الله تعالى للبشر على اختلاف الثقافات والحضارات والأمزجة والطباع، بيخاطب الإنسان الذي يسكن في ثلوج سيبيريا والقطب الشمالي، كما يخاطب الإنسان الذي يسكن في أحراش أفريقيا، كما يخاطب الإنسان الذي يسكن في خيمة في الصحراء، كما يخاطب الإنسان الذي يسكن المدن الحضرية الكبيرة كنيويورك ولندن والقاهرة وجاكرتا وغيره. وبالتالي فهو يخاطب أنماط من المعيشة، ثقافات مختلفة، بضائع وأمزجة مختلفة. هذه أول قضية. القضية الثانية أنه سبحانه قال واللاتي تخافون نشوزهن، فهو لا يتحدث عن المرأة. فإذا جاء إنسان وقال صدر إلى اللغات المختلفة أن الإسلام يبيح ضرب المرأة، تنعكس كلمة يبيح في الذهن كأنه يأمر. هذا شيء. الشيء الثاني أنه يتكلم عن حالة استثنائية خاصة قدم فيها عدة وجوه من التعامل، وجاء في الوجه الأخير الذي لا يقصد فيه إلا مجرد الغمز بالسواك، فتحول بل المبالغة في الإحساس بالغضب، أنا زعلان منك أوي فقط يعني. ليس إلا ومع ذلك يقول ولا يضرب خياركم وما ضرب امرأة قط، فتحولت إلى ما يشبه إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني شيء يبغضه الله ولا يحبه، وما أذن به إلا لحال استثنائي استحالت معه الحياة وهو مع ذلك يبغضه. إذا كان هذا موضعه وجاء إنسان مثلا يلخص دين الإسلام أمام الناس أن الإسلام يأمر كل إنسان أن يهين امرأته وأن يلقيها وأن يطلقها، انعكست الثقافة تماما، انعكس المقصود الشرعي ولم يعد هو الذي يريده الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أول ملحوظة أنه لم يأتي مثلا بثم، ما قالش فائضوهن ثم أهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن، بل قدم ثلاث أطروحات، إما نمط يصلح معه العظة والتذكرة الخفيفة وهذا يناسب أطياف وطباع وسمات نفسية عند كثير من النساء، طيف آخر لابد من إجراء شيء، إجراء يشمل شيء من الاحتجاج الواضح، اهجروهن في المضاجع، إجراء آخر مقابل اضربوهن. كأن الله تعالى يقول المفترض التفقد والتعهد والتبصر بطبائع الناس. فإذا جئنا إلى مجتمع من المجتمعات الإفريقية التي قامت فيها العلاقة على قضية الضرب وصارت قضية الضرب ثقافة مستقرة، فيقول له حينئذ إياك أن تغرق، إياك أن إن كانت المرأة راقية تفهم عنك مجرد الوعظ، إياك أن تتعدى على هذا. هناك طبيعة أخرى يأتي معها الإجراء الثالث، هناك طبيعة ثالثة تأبى المرأة أن تفهم عنك الاحتجاج الشديد والغضب إلا بهذا التعامل، فإياك أن تعتدي فيه، وخذ إجراء اسمه ضرب لكنه لا يتنزل أبدا على الصورة المعهودة التي يصنعها الرجل الإفريقي من جر امرأته من شعرها وينهال عليها ضربا، وتعتبرها بعض القبائل الإفريقية نوع من التكريم وإظهار مكانة هذه المرأة عن بقية زوجات زعيم القبيلة. ثم إن هذا بأكمله مرتبط بمفهوم النشوز، يعني القرآن الكريم الذي يأمر في الإجمال وفي العموم بالمبالغة في إكرام المرأة، فإذا جاءت إلى حالة النشوز التي معناها أنها أوقفت حركة الحياة وتأبت عليه وعصت وأهانت،
تهينه كمان تقول له ايه انت مش هتقدر تعمل حاجه، انت لو كنت راجل وريني هتعمل ايه، لا مش هربي الاولاد، لا مش هقوم باي شيء من امور المعيشه. واجتهد وحاول معها في عشرات التصرفات والمحاولات، استحال وجود وجه من وجوه التفاهم خلاص. فحينئذ فقط في هذه الحالة الاستثنائية التي هي كام، يعني حالة في كل كام من حالات النساء، أباح له واحد من ثلاث إجراءات بناء على المعهود الذي يقدر أنه يكون أصلح للتعامل مع المرأة، مع التأكيد على أن الصورة التي يتكلم عنها القرآن ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد مع ما يألفه القرآن من تسمية الضرب. ما يجري الآن ليس ضربا يا جماعة الخير، ما يجري الآن عدوان عنيف شرس، ما يجري الآن طبيعة بربرية همجية استبد بها الغضب ففقد التمييز فأطاح بالمرأة حتى سبب لها الكسور. يا جماعة هذا مفهوم ليس له أي علاقة بالمفهوم الراقي الذي يتكلم عن القرآن الكريم. يعني القرآن يتكلم عن إجراء من الرجل غايته أن يكون غمز للمرأة، هذا الذي سماه القرآن ضربا. فين الإشكال حضرتك بيجي منين؟ بيجي من أن واحد يقول لا ده أصله ضرب لشروط. آه يعني أنت أقررت الضرب المعهود في المجتمع بس بتحاول تهذبه شوية. لا، القرآن لو احنا بنفهم من مدلول كلمة الضرب المستقر في المجتمع استطيع ان اقول القرآن لم يأمر بالضرب، ده المعهود، ده ما امر القرآن ابدا بالضرب، ولا يرضى القرآن بالعدوان، ولا يرضى بالظلم، لا يرضى بمجرد كسر الخاطر، مش من الانسان فقط، من الانسان ومن الحيوان. ولسه مولانا من شوية القصة المشهورة للامام تاج الدين السبكي يجلس في دهليز الدار فدخل كلب، فالسبكي هذا الإمام العلم اللي يقول وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق صاحب التأليف الماتع طبقات الشافعية ورفع الحجب عن مختصر ابن حجر، دخل الكلب فقال له اخرج من كلب ابن كلب، فوالده شيخ الإسلام من الداخل قال له ما لقد اغتبته، قال له الله ده أنا بقول حقيقة بأوصف أنه جنس من أجناس الوجود متولد من جنس سابق، يعني قال له لكنك سقتها مساق التحقير. إذا كنا يا جماعة بنحافظ على شعور الحيوان فكيف بالشعور الأرقى؟ أنا آسف على الإطالة. طيب. وعارف الوقت محدود جدا. حور العين هي حور العين دي ستات للرجالة بس، ونختار منهم ما نشاء، والجنة توعد بجمالها بما فيها بمن فيها للرجال. الحقيقة أنا مشفق لأن القضايا هذا تحتاج إلى وقت طويل، وقتها يعني بنكون ظلمناها، لأن أنا متأكد أن سيدي الشيخ أسامة عنده على كل جملة قالها ثلاث أربع جمل عشر جمل بدونها لن تكون واضحة بالقدر الكافي. نعم. لكن الوقت أسف. يحكمنا. لا لا ليس يعني ليس بخطائك. نعم. الوقت يحكمنا. في نقطة منهجية أساسية، الحق سبحانه وتعالى لما جعل تحفيز الرجل في كثير من الأحيان يرتبط بالشهوة، الحور العين في الجهاد، الحور العين في العفة، الحور العين في الكذا، ولم يجعل هذا مرتبط بالمرأة في تحفيز المرأة، ليس معناه أن المرأة ليس لها متعة، لأن الله أطلق العنان ما تشتهي الأنفس، كل ما يمكن أن يكون مشتهى للنفس سوية في الجنة هو متاح لها. لكن لماذا هنا ذكرها للرجل ولم يذكرها للمرأة؟ أيضا لما اختلفت عندنا الثقافة اليوم وأصبحت مرحلة ما بعد الحداثة أفضت إلينا بثقافة تجعل الجسد هو معيار السعادة والشقاء، وصلنا إلى هذا النوع من المقارنة. لا، أنا الذي أفهمه أن عدم ذكر الله لهذه المسألة يدل على أنه في هذا الباب كرم المرأة أكثر من الرجل، يعني اعتبر أن الدافع الذي تحرك به المرأة نحو العمل لا يرتبط بالدافع الشهواني الجنسي الذي في العادة الرجل يستجيب له ويتحرك له. فعدم الذكر لا يعني أن المرأة ليس لها شيء مما تشتهيه الأنفس، لكن جعل الخطاب عما تشتهيه الأنفس جسديا موجود للرجل، وكأنه يقول أنت يا رجل من مشاكلك أن دوافعك أصبحت في كثير من الأحيان تحتاج إلى هذا النوع من التحفيز، لكن أنت يا مرأة أرقى، مش حكاية الجوهرة اللي الأسبوع الماضي ما عجبتك، لا أنت يا مرأة بالفعل درة، هنا جوهرة، ليس معنى ليس لك في الآخرة مشتهيات ما تشتهي الأنفس. وبالمناسبة مسألة هل هي ملزمة بزوجها؟ لا، غير ملزمة بزوجها. كيف تكون دار سعادة فتلزم بشخص قد لا تكون تريده؟ صحيح. أعتقد أن ده ممكن يكون تفسير آية وعندهم قاصرات الطرف عين. عين عين، يعني لا نحتاج حتى إلى هذا، عندي آية واضحة ما تشتهيه الأنفس وتلذ عين، يعني مش حر عين بقى أحلامه، كل شيء يمكن أن يكون بالنسبة للإنسان ماتع نعيم في الجنة بالنفس السوية اللي كلنا بندخل الله يكرمنا الجنة وندخلها ندخلها بها ليس بالنفس المتقلبة، هو متاح للرجل وهو متاح للمرأة على النحو المتناسب معه.
أيضا المرأة أيضا لا تدخل ليست ملزمة بزوجها في هذه الحياة إلا إذا كان سعادتها تقتضي أن تكون مع هذا الزوج، يعني مش تأبيدة. سريعا، مسألة الشهادة من الخلل الكبير الذي يقال اليوم أنها مطلقة، مثل مسألة الميراث. مسألة الشهادة عندنا في الشريعة تختلف باختلاف المواقف. هناك نوع من الشهادات شهادة الرجل بامرأتين، نوع من الشهادات متساوية، نوع من الشهادات لا تصح إلا للمرأة، ما تصح إلا من شهادة المرأة، ولا تقبل المرأة ولا تقبل شهادة الرجل فيها. نعم. إذن المسألة لا تتعلق بالجنس رجل ومرأة من حيث التفاضل والفخر، الوظيفة متعلقة بالوظيفة، متعلقة بالتركيب البيولوجي. وأنا أعرف أنه من كثرة ما تكلموا اليوم بعض المتدينين عن التركيب البيولوجي وما يتعلق وأصبحت الناس تنفر، لكن لا، في حقيقة واقعة العلم يقولها فيما يتعلق بالذاكرة الإجمالية والذاكرة التفصيلية، ومن أراد أن يرجع إليها يرجع إليها. فالمسألة متعلقة بالجانب العملي. النقطة الأخيرة، هناك كثير من الإشكالات موجودة، هذه الرسالة التي أريد أن أختمها. هناك كثير من الإشكالات موجودة لن تحلها هذه الجلسة. أكرر ما ذكره سيدي الشيخ أسامة في خاتمة اللقاء الماضي في فاتحة اللقاء هذه، وهو أن المقصود من هذه الجلسة ردم الفجوة الهوة الموجودة المصطنعة، خرق الجبال من ورق. لعلكم شعرتن بهذا من خلال جلستين، أظن توافقوني على ذلك، أن كثير من الجبال اكتشفنا أنها من ورق، وأن الذي صنعها سوء تصرف من هنا ومن هناك، يعني وسوء تمثيل الخطاب الديني في كثير من الأحيان. أظن أننا خرجنا، إذا كنت مخطئ يعني صوبوني، خرجنا بصورة مختلفة عن أول يوم بدأنا فيه النقاش، أنه يمكن لنا أن نجلس على أرضية تفاهم، يمكن لكثير من الإشكالات أن تطرح بأريحية. ولهذا أرجو أن لا يكون النقد من قبل من يشاهد عندما يكتب يتوجه إلى ذوات الأشخاص، انقدوا الفكرة اللي طرحت، انقدوا الطرح بدل نحن وصلنا أعتقد أن إلى كثير مما نرجوه من أن هناك في إمكانية ستبقى هذه القضايا. أنا متأكد أن الكثير ممن استمعوا للحلقتين اقتنعوا، وقد وصلتني رسائل بذلك، وكثير لم يقتنعوا، ليس لكون المسائل غير مقنعة، لكن لكون الإطار الذي خضنا فيه في المسائل لم يكن المقصود به ذات المسائل. نحتاج إلى حلقات تبسط، يعني مثلا سيدي الشيخ أسامة كان يذكر اليوم أنه في ذهنه يعني تفصيل قوي لمسألة الميراث ممكن يأخذ ربع ساعة، لأن القضية تستحق هذا الأمر، ومع ذلك لا تتسع له الحلقة، لكن تتسع له حلقات مقبلة بإذن الله. وأنت عندك أصلا حلقات موسعة مع سيدي الشيخ أسامة، أرجو أن يكون من ضمنها أخذ مثل هذه الأمور وطرحها. نحن زي ما حضرتك بتقول، إحنا بنقدم للسادة المشاهدين نموذج للحوار والبحث، احنا عايزين كل واحد يروح يدور ويقرا ويبحث ويسال العلماء ونتحاور مع بعض حتى نقتنع. يعني فنحن المقصود اننا انا بس عايزه يعني احنا خلصنا من لا ما نعرفها، هي بس كلمه واحده، هل ساوى الاسلام بين الرجل والمراه؟ بس يقينا بمفهوم المساواه، نعم بمفهوم التساوي. لا انا بتكلم على المساواه، هذا قولا واحدا ابتدينا بها الحلقه وختمنا بها الحلقه. أنا بشكر حضرتك جدا سيد الحبيب دكتور أسامة، وأنا ممتن لفضيلة الحبيب أنه بيقبل دعوة الدكتور أسامة ودعوتي أنه بيكمل معانا هذه الحلقات. الأسبوع المقبل حوار آخر، مش مواجهة، هو حوار آخر وعصف ذهني وعصف فكري آخر مع قضية أخرى بيبقى فيها اشتباك ما بين علماء الدين والطرف الآخر، مش ما بين الدين. شكرا جزيلا استاذي، بشكركم، بشكرك يا بلدياتي، انت بتجي من منصوره مخصوص فبتنوريني، بشكرك يا اميه، شكرا استاذ خالد، ميرسي لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، معلش يا احمد يا عسيلي اخرناك شويه، اول يوم تيجي علينا فبنوسع لك، وهنشوف حكومه اخر الليل شكلها ايه. تصبحوا على خير.